مرحبا فيكم من جديد. راح نتابع بحديثنا عن التجريد. كنا بالقسم الثاني من السلايد وحكينا بالفيديو السابق على الطريقة المجردة وعرفنا استخدامه. يعني أنا بفهم منك أنه أنت بتطبق التجريد على طريقة. نعم، ولكن بمجرد عملت طريقة مجردة بتفرض عليك جافا أنك بدك تعمل الصف اللي أنت فيه مجرد. لذلك شو هو الصف المجرد؟ هو الصف اللي بتحط قبله كلمة abstract، كلمة محجوزة في جافا لتعبر أنه هذا الصف مجرد. طب شو يعني إذا صار الصف مجرد؟ يمكن لهذا الصف المجرد أن يحتوي على طرائق مجردة وغير مجردة. يعني عمليا أنت بمجرد عمل طريقة ما abstract مباشرة بيطلب منك تعمل هذا الصف abstract. وصرنا بنعرف من خلال الفيديو الماضي ما هي حاجتنا لأنك تعمل طريقة ما abstract. طيب، وقت اللي بتعمل صف abstract وفي طريقة واحدة abstract وطرائق أخرى مانا abstract ورحت ورستوا لهذا الصف، ورست هذا الصف، رح يرمي لك خطأ الـ IDE اللي عم تشتغل عليه، سواء النت بينس أو الانتليجي أو أي منصة عمل عم تشتغل عليها. بيقول لك عندك حلين، يا تروح تحقق هاي الطريقة الـ abstract لأنه ممنوع تترك الطريقة بلا جسم، يا روح عمول صفك أنت يا ابن abstract مشان يحق لك تحتوي طرائق abstract. لا يمكن للصف العادي أن يملك طريقة abstract بدون جسم وهو مانو abstract. لذلك بس تورث من صف abstract بيطلب منك مباشرة الـ IDE بيقول لك يجب عليك أن تحقق جميع الطرائق الـ abstract أو روح اعمل صفك abstract مشان يحق لك تمتلك طرائق abstract. شو هي الطريقة الـ abstract؟ هي الطريقة المائلة جسم، حكينا بالفيديو الماضي هي الطريقة التي لا تملك جسم. كيف بتعمل طريقة abstract؟ بتروح بتحط قبل لهي الطريقة، يعني قبل نمطها لهذه الطريقة abstract، فصارت هذه الطريقة بدون جسم. يعني بمجرد سكرت الوسطة أو سكرت قوس الوسطة بتحط فاصلة منقوطة. هذا هو مفهوم التجريد على الطريقة، أنك تعمل طريقة بلا جسم. بقى الصف اللي بيورثه إذا حب يحققها بيحققها كما يرغب وبيكتب لها جسمه لذلك هيك بتكون تعرفت شو يعني صف مجرد وشو هي قيوده إذا ورثت وشو يعني طريقة مجردة وإنه ممنوع أنت تحط لها لهذه الطريقة بدي. ممنوع يعني إذا رحت عملت صف abstract وعملت فيه طريقة abstract تروح تفتح قوسين مجموعة وتروح تعطي جسم لهذه الطريقة. بيمنعك الـ IDE، بيمنعك بيقول لك انه هذه الطريقة abstract ممنوع يكون الى body. بتمنى اذا في اي سؤال او اي استفسار شاركوني فيه بالتعليقات. انتهى درسنا لليوم، بتمنى الكل يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ونشوفكم بفيديوهات جديدة.